قل فضيلة الشيخ، نحبكم في الله، ما أسباب سعة الرزق والذرية الصالحة والنجاح والتوفيق في الحياة وجزاكم الله خيرا؟ الله أكبر، سألت عن أمر عظيم، ولا يمكن للإنسان، هذه حقيقة لا أغشك، هذا أمر لا يعلمه إلا الله، لكن النصوص دلت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لا يطيب للعبد عيشه، ولا يستقيم له أمره، ولا يصلح له حاله بشيء أعظم ولا أجل من طاعة الله عز وجل، وأن الله عز وجل إذا أراد بعبده خيرا فتح في وجهه أبواب رحمته، فجعله إلى الخيرات سباقا وإلى الطاعات تواقا ومشتاقا. فأما ما سألت عنه من سعة الرزق فقد بين الله تعالى في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام أن الرزق يتسع ويكون بالدعاء، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي ذر رضي الله عنه، أن الله تعالى يقول: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، اللهم إنا ضالون فاهدنا، وإنا جياع فأطعمنا، وإنا عراة فاسترنا واكسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. فأولا أن تسأل الله وأن تضرع إلى الله، وأن يكون بينك وبين الله دعوات صادقة. ولذلك كان من هديه عليه الصلاة والسلام في أذكار الصباح: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. فتسأل الله عز وجل الرزق، وتجعل في قلبك عقيدة أنه لا ولن يكون هناك رزق إلا من الله، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وإذا فتح الله أبواب الرزق للعبد، لو اجتمع أهل السماوات والأرض أن يحولوا بينه وبين خردلة من ذلك الرزق ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فهو الرزاق، وهو الذي ينفق على خلقه، ويده سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة. ألم تر إلى ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض؟ لنا مليك محسن إلينا، من نحن لولا فضله علينا، تبارك الله وجل الله أعظم ما فاهت به الأفواه. ما ضيع خلقه ولا نسي خلقه سبحانه وتعالى، ولا أكرم منه ولا أرحم ولا أحلم، يعطيك قبل أن تسأل، فكيف إذا سألت؟ وإذا سأل العبد ربه فإن الله عز وجل كريم في الإجابة، لا يعطيك السؤال بل يعطيك ويزيدك سبحانه وتعالى. فأسعد الناس في الرزق من التجأ إلى الله، وأكثر من الدعاء: اللهم ارزقني، اللهم بارك لي فيما رزقتني. واحرص كل الحرص على أن تسأل الله الرزق الطيب الحلال، وأن يكفيك بحلاله عن حرامه، وأن يصونك عن طعمة الحرام وعن أموال الأيتام وعن غير ذلك مما لا يرضي الله. أولا الدعاء من أعظم الأسباب التي تتسبب في الرزق، وتأخذ بأسباب الإجابة، فتدعو في سجودك، وتدعو في صلاتك، وتدعو في مضان الإجابة كالأسحار إذا ضاق عليك الرزق. ولذلك لما اشتكى أبو أمامة رضي الله عنه وأرضاه، دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد أبا أمامة في المسجد، فقال: يا أبا أمامة، ما الذي أجلسك في المسجد في غير وقت الصلاة؟ قال: هموم غلبتني وديون ركبتني. قال: أولا أدلك على كلمات إذا قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك. وعلمه الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. فهذا يدل على أن الدعاء له سر عظيم في قضاء الحوائج وتيسير الأمور العسيرة وسعة الرزق.
وأسعد الناس في رزقه من سأل ربه الدعاء فأكثر من الدعاء وألح، ويسأل ربه بأحسن المسألة فيسأل الله رزقا طيبا. وإذا رزق العبد يسأل الله التوفيق في النفقة والرشد، وإذا سأل العبد ربه فليسأله القناعة، فإن الأفلح من رزق كفافا وقنعه الله بما أعطاه، فيقول اللهم قنعني بما رزقتني. فكم من عبد ملئت كفاه من خيرات الدنيا والآخرة قل أن يشكر ربه عليها والعياذ بالله. ومنهم من ملئت يده وكفاه ملئت بخيري الدنيا والآخرة بخيري الدنيا فهو والعياذ بالله طامع غير قانع، لا يشكر ربه ولا يذكره إلا قليل. سل الله القناعة، أعظم الرزق رزق القناعة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم قد أفلح بالتحقيق من رزق كفافا وقنعه الله بما أعطاه. من الناس من راتبه على الكفاف على قدر ما يجد به تيسير أمومه في أموره في نفسه وأهله وماله وولده، وهو أسعد الناس بهذا الكفاف، لا يريد أكثر من هذا، لا يريد التبعة ولا يريد المسؤولية، حامدا شاكرا فهو في خير من الله وبركة. ومن الناس من أعطاه الله المال فيقول ربي زدني، فيعطيه الله المال فيقول ربي زدني، لكن يا ليته حينما قال ربي زدني كفكف دموع اليتامى وجبل قروب الأرامل والثكالى، ولكنه يستزيد ويستزيد حتى إن قلبه والعياذ بالله تهيم شعبه في هذه الأموال، فتارة قلبه في التجارة في الشرق وتارة قلبه مع التجارة في الغرب، حتى يهلك ولا يبالي الله به في أي أودية الدنيا هلك. سل الله الرزق مع القناعة. أما الأمر الثاني مما يعين على الرزق الذكر، كثرة الذكر، ومن أعظم ذلك الاستغفار، فإن الله جعله سببا في سعة الرزق. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فبين أنه سبب في سعة الرزق كثرة الاستغفار، لأنك إذا استغفرت ربك وتحاتت عنك الذنوب حيل بينك وبين ما يحول بينك وبين الرزق، لأن الذنوب تحول بين العبد وبين الرزق. وقد يذنب العبد ذنبا فيحرم والعياذ بالله رزقه في نفسه وأهله وماله وولده، وقد يذنب الذنب والعياذ بالله فيحرم بركة الرزق. فتسأل الله عز وجل تكثر من الاستغفار والتوبة. ومن أسباب سعة الرزق أن الإنسان يلتزم تقوى الله، فتقوى الله من أعظم الأسباب التي تستكثر تكون بها الخيرات وتذهب بها المصائب وتستدفع بها الشدائد، كما قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فمن اتقى الله رزقه، كما قال تعالى ومن يتق الله ويرزق في من اتقى الله، قال ويرزقه من حيث لا يحتسب، لا يرزق بل يرزقه من حيث لا يحتسب، من كرامة ولي الله المتقي على ربه. فهذه كلها من أسباب سعة الرزق. ومما يزيد الرزق النفقة، فمن كان كريما جوادا سخيا، إذا أعطاك الله شيئا في الدنيا فانظر إلى من دونك وتعلم الإيثار وتعلم تقديم الغير على نفسك في الحدود الشرعية. فإذا كنت مؤثرا لغيرك على نفسك فإن الله يغدق عليك من خيراته، كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال يا أسماء أنفقي ينفق الله عليك ولا توعي فيوعي الله عليك. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا، أروني بخيلا طال عمرا ببخله، وهاتوا جوادا مات من كثرة البذل. البذل والسخاء والجود، لأن الإنسان إذا أنفق أنفق الله عليه. فمن كان في نعمة من العيش، بعض الأحيان يكون عندك الرزق وعندك شيء يسير زائد عن الرزق، فإذا أردت أن يوسع الله رزقك فابدأ بالمعاملة مع الله، وهي التي وعد الله بها المنفقين أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله سبحانه وتعالى ينعم عليك من حيث لا تحتسب.
حدث لبعضهم ذات مرة أنه دخل في الجامعة، كان في الجامعة، فجاء رجل ضعيف وقال له: إني ضعيف وغريب وأحتاج إلى 100 ريال وليس في جيبه إلا 100 ريال وهو في منتصف الشهر. ابتلاء من الله، الله يبتلي عباده. فقال: إذا أعطيته 100 ضيعت نفسي. جاء الشيطان: كيف تضيع نفسك ونفسك أولى؟ ونظر إلى الرجل فإذا به أمل الخير فيه، والرجل لا يعرفه وغريب وابن سبيل، فقال: وفق الله عز وجل، فأخرج 100 وعطاه إياه وتوكل على الله. فدخل في المبنى، مبنى الكلية، فجاءه مأمور الصرف وواقف، إذا مأمور الصرف يضرب على كتفه، قال: أنت فلان بن؟ قال: نعم. قال: أنت نجحت العام الماضي بتقدير ممتاز؟ قال: نعم. قال: لك مكافأة 1000 ريال نريد أن نعطيك إياه. ما بينهم إلا لحظات، فاز بالأجر. كل من عامل الله ويعامل الله بصدق فإن الله لا يخيبه، ما يسع الرزق، ما يزيد في الرزق أن ترحم من دونك وتحسن إليه، يكون عندك عامل ضعيف يشتغل يأتي في آخر الشهر والله وسع عليك، تستطيع أن تزيده القليل، تدخل عليه السرور، يكون أحد يعاملك، تتعامل مع أحد في معاملة ووسع الله عليك وربحت في تجارتك، وسع على الناس، والراحمون يرحمهم الله. وقوله الراحمون يرحمهم الله هذا عام، فمن رحم الناس بالإحسان إليهم والنفقة عليهم رحمه الله، فوسع عليه رزقه وأغدق عليه من فضله. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا.